إزاي الكهرباء بتوصل لنا البيت؟ عمرك سألت نفسك الكهرباء بيتم إنتاجها إزاي؟ وإيه المراحل اللي بتمر بيها علشان توصل لنا في البيت؟ بص يا سيدي، في البداية إنتاج الكهرباء بيبتدي من محطة توليد الكهرباء، ودي بتستخدم مصادر مختلفة زي الفحم أو الغاز أو الشمس أو الرياح. المحطات دي بتحول المصدر لطاقة كهربية. بعد كده الكهرباء بتمر خلال شبكة نقل الكهرباء اللي بتنقلها لمحطات التوزيع. المحطات دي بتوزع الكهرباء على شركات ومحطات توزيع فرعية، واللي بدورها بتوزع للمدن والقرى، ومنها الكهرباء بتوصل للبيوت عن طريق الأسلاك والكابلات. طب احنا بنقول كل ده ليه؟ بنقوله علشان نعرف ان كل تفصيلة حتى لو صغيرة بتسمع في كل العملية دي، فالكهرباء اللي ممكن توفرها هتقدر تساعد غيرك في مدينتك اللي فعلا محتاجها، او تخف الأحمال على شركات التوزيع وبالتالي ما يبقاش عندها مشكلة في الأحمال، أو توفر للمحطات الرئيسية اللي هتخلي أماكن تانية فيها ضغط أعلى تستفيد، أو حتى توفر في مصادر إنتاج الطاقة فنقدر نستخدمها في حاجات تانية أو نوفر فلوسها لمشروعات أكبر.